السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة يونس أشواق. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة كذلك. كيف العادة ما قدرتش نبدأ فيديو بلا ما نسلم عليكم. المهم بالنسبة للفيديو ديال اليوم، غتكونوا شفتوا العنوان بطبيعة الحال، شفتوا الصورة المصغرة وفهمتوا الفيديو علاش. فهذا الفيديو غادي يكون خصيصا أصحاب القنوات. إلا ما كانت عندك قناة ما غتستفد حتى شي حاجة من هذا الفيديو، ولكن واخا هكاك مادام دخلتي دير لايك وكمل الفيديو واحد جوج دقائق ثلاث دقائق وخرج من الفيديو. طلب ماشي امر وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. المهم كيف ما قلت لكم، الفيديو ديال اليوم انا جيت نهضر خصيصا على اصحاب القنوات اللي زدت لهم ادسنس، اللي زدت لهم القناه، حيت فريمون شي حاجه اللي كتالم، شي حاجه اللي كتضر في القلب وبزاف، وشي حاجه اللي ما غادي يحس بيك، ما غيحس بكم غير اللي عنده قناه. حيت انا عندي قناه حسيت بكم، والصراحه شي حاجه اللي صعيبه والله يعوضكم بما احسن. ولكن كنتمنى انكم يكون هذا درس ليكم ودرس لكاع الناس اللي دايرين قنوات، ودرس لينا حتى حنايا، لحقاش حتى حنا كنا غادي نطيحوا في الغلط، حتى حنا كنا غادي نخدموا بطرق اللي غير شرعيه وما كناش عارفين. بزاف ديال الناس اللي خدامين وما كيكونوش عارفين وكتجيهم عادي، انا خدام على قناتي وهادي وكنتعب فيها وكندير فيها تمارة، ولكن داكشي كامل كيتحسب طرق غير شرعيه. وملي كتجي وكتفكر بعقلك راه كتقول بصح اليوتيوب من حقه، راه اليوتيوب ماشي هو اللي كيخلصنا، الادسنس اللي كيخلصنا والناس اللي كيحطوا اعلانات عندنا هما اللي كيخلصونا. فاليوتيوب كيستافد مننا، كيستافد من كاع القنوات اللي مفعله وكيطلع عليهم اشهار، دونك هو خاصو يحمي الناس اللي كيحطوا الاعلانات عندنا حنا في القنوات. فكيفاش غادي يحمي هو هاد القنوات، يحمي هاد الناس اللي كيحطوا زبابة الفلوس باش يحطوا اعلانات باش يشوفوهم الناس، باش يروجوهم، باش يعني يشوفوهم مشاهدين حقيقيين، باش داك المشاهدين يكتشفوا البرودوي ديالهم، يكتشفوا الكورس ديالهم، يكتشفوا داكشي اللي هما كيحطوا. فماشي غادي نجيو حنا ونضحكوا عليهم ونديروا في جروبات ونبدلوا في بي ان ونخدموا بطريقه اللي هي غير شرعيه، او نتحايلوا على اليوتيوب. فهما راهم دايرين لي ستاتستيك ديالهم، دايرين المراجعات ديالهم، فراهم الى ميكو راه كيجيو كتجي حمله بحال هكا وكدير وكتجمع حب وتبل كيف ما كنقولوا. فبالنسبه لهاد الحمله كانت خصوصا الناس اللي كيخدموا بتطبيق اكس ثيرابي، ماشي الناس الفي بي ان. لحقاش انا كنعرف شخصيا الناس عندهم قنوات باكس بفي بي ان، خدامين بفي بي ان، ما خدامينش بشي ابليكاسيون وحده اخرى تحت، يعني مطلعين القناه غير بفي بي ان وما مشات لهمش القناه، ما زدت لهمش الادسنس. ولكن شفت في الجروب، شفت يعني حتى الاحصاء اللي داروا الناس اللي تسد لهم الادسنس باش كنتي خدام، فكان الاحصاء اكثر ديال الناس اكس ثيرابيت. فهما في لي ستاتستيك ديالهم راه كيبان لهم ليكسترن، يعني ملي كتجيك المشاهدات انت براسك غتمشي تشوف لي ستاتستيك ديالك وغتشوف شنو اعلى حاجه عندك، واش اليوتيوب، واش من الصفحات ديال الناس ديال القناه هما اللي كيشوفوا، واش البحث باليوتيوب، واش اليوتيوب كيطلعك للناس الجمهور، ولا واش يعني من مصادر خارجيه، منها كيدخلك داك المشاهدات. فمن المصادر الخارجيه راه كيطلع لهم واش اكس ثيرابيت، واش شي اب، واش شي تطبيق، واش اليوتيوب، واش بارطاجيتي في فيسبوك، عفوا واش بارطاجيتي في الانستغرام، في الانستغرام ودخلوا عندك الناس من خلال الانستغرام، بارطاجيتي في الواتساب، يعني كلشي كيطلع. راه داك الشيء كيف ما حنا كنشوفوه راه حتى هما كيشوفوه، يعني راه كيجيو وكيديروا. داروا دابا حمله على الناس ديال اكس ثيرابيت والناس سدوا لهم مع الاسف سدوا لهم الادسنس. فما تفشلوش، بداو من جديد، خدموا قبل ما تفعل لكم القناه، خدموا بلي جروب، خدموا لحقاش صعيب في الاول انت عاد درتي قناه، واخا تعيا تبارطاجي، واخا تعيا راه ماشي كلشي كيبغي لك الخير، ماشي كلشي غيبغي، راه كيقول لك حقا غادي يربح على ظهري، وانت راه ما عارفينش الربح في اليوتيوب كي داير. المهم يعني الله يهدي الناس، كاين اللي يبغي لك الخير. انا براسي راه درت قناه وعرفت الناس من العائله ومن الاقارب ومن الاصحاب، وكاين اللي يبغي لك الخير ويشجعك ويبارطاجي لك، وكاين اللي والله حتى اللي ما يشوفولكش ما يطلعولكش. المهم كل واحد حر في راسو، وهذه كتبقى قناعه شخصيه، كل واحد وشنو وكيفاش كيفكر، كل واحد وشنو كيبغي. فالمهم انت خدم على قناتك وما تسنى من حتى شي واحد،
هو اللي يطلعك بطبيعة الحال. في الأول خدم عليها، شارك في دي جروب، تبادل المشاهدات، طلع السوايع، خدم في التطبيقات ما كيكون حتى شي مشكل ولا حتى شي ضرر على القناة. ولكن ملي يبدا عندك الربح ملي تفعل لك صافي سالينا، انت تفعلات لك القناة صافي ساليتي من الخطر، ما بقيتيش خايف حقا تمشي ديال القناة الا ما كملتش 4000 ساعة، حقا تمشي للقناة اللي حققت شروط اليوتيوب. انت حققتي شروط اليوتيوب وانت دابا في منصة الأمان. الا خدمتي في انتظارك في الامان، الا خدمتي بطريقه شرعيه وخدمتي على المحتوى ديالك. انت داير هذه القناه باش انك تقدم فيها شي حاجه للجمهور بطبيعه الحال. يعني القناه خاصها الصبر، وخاصها انك تكون انت داير هذيك القناه حيت انت باغي القناه بطبيعه الحال. ما غاديش حتى واحد ما غادي يكره الربح، حتى واحد ما غيكره الربح على لي فيديو وعلى داكشي اللي كيحط. ولكن لحقاش تعب، حتى هي راه تعب، حتى هي خدمه، حتى هي مونتاج، حتى هي تصوير وكذا. ولكن الا ما كانش عندك هوايه في التصوير وهوايه في المونتاج، ولا ماشي غير هوايه ولكن كتبغي داكشي، كتبغي تصور، ماشي كيجي عبء عليك، راك ما غتكملش، ما غتقدرش تصبر وما غتقدرش تكمل. ولكن الا كنتي انت كيعجبك داكشي، ولا الا كنتي داير القناه خدمه وحط هدف قدامك، راه غتوصل له. راه الناس كيديروا مشاريع وكيخسروا عليهم الفلوس، وواقيلا شي عام ولا اكثر من عام، وكيكونوا ضاربين حسابهم بلي غتكون عندهم خساره، خساره ماديه. اما انت سيتي راك حل القناه، راه ما عندكش خساره ماديه، راك الا ما ربحتيش ما تخسرش. فخدم بشويه 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 حتى يوصلك داك الربح، حتى توصل داك الهدف اللي انت باغي. غاب المهل كيتكلبوا دنجال، قالك اللي بغاها كامله كيخليها كامله، راه هي هادي. فبشويه بشويه خدموا على المحتوى ديالكم، تطلع لكم القناه، ديروا الترويج. ما تشريوش لي زابوني، ما تشريوش المشاهدات، داكشي كيكون فيه حتى هو خطر على القناه. ولكن دير ترويج القناه ديالك عادي باش يطلعها لك اليوتيوب، بالعكس راه اليوتيوب كيربح منك فاش كدير الترويج والناس كيدخلوك جداد. وهكا شويه بشويه تخدم على المحتوى ديالك. راه انا شخصيا اللي كنهضر معاكم راه عام ولا اكثر من عام، انا كنلوح لي فيديو، غير هو ما كنتش كنلوح بشكل يعني متتالي، فكنت كتجي شي وقيته وما كنبقاش نحط وما كيكونش عندي الوقت. ولكن واخا كيك ما كنملش وما عنديش الربح، ما كنربحش، واخا كيطلعوا الاشهارات باقا ما توصلت بالكود ديال الادسنس، باقي ما توصلنا بالكود ديال الادسنس انا ويونس قناتنا ديالنا بجوج، باقي ما توصلنا بالكود ديال الادسنس، باقي ما عندنا ربح لا حتى شي حاجه. وما كنفكرش نهائيا نوقف القناه، انا ما كنفكرش نهائيا نوقف القناه واخا ما يجينيش منها الربح، واخا نحط فيديو في الشهر يكفي انا عندي داك واحد 100، واخا كيشوفوني 100 الناس وكيديروا لي كيديروا لي لايك وكيكومونطيو لي واحد لي كومونط لي مشجعه، راه كنفرح بزاف والله الا كنفرح نيت من قلبي، من قلب قلبي كنفرح. فما نقدرش نحبس شي حاجه بحال هذه اللي كتعجبني واللي كتفرحني، ما نقدرش نحبسها. سوا جا الربح مرحبا، داكشي اللي بغينا ما كرهناهش، ما جاش الربح تيجي على خاطرو. هادشي اللي كاين ماشي اللي بغيت نوصل لكم، وهادشي اللي خاصو يكون. فخدموا بطريقه اللي هي شرعيه، راه اليوتيوب ضروري غيبغي يحمي الناس اللي هما كيخلصوا، الناس اللي كيخسروا الزباب ديال الفلوس. فما غاتجيش نتايا راه بحال تحايل بحال نصب، كتبدل الا فكرتي فيها غير بشويه بعقلك، كتبدل الفي بي ان من بلاد لبلاد باش يدخل لك الدولار، وهم راه كيخسروا عند بالهم، راه كيشوفوهم واحد الجمهور من واحد الدوله، وحتى داك يعني وحتى داك الجمهور ماشي حقيقي، لا الدوله حقيقيه لا الجمهور حقيقي. يعني كيدير تصفح الفيديو هما كيخسروا عليه وكيخلصوا عليه وما كاين والو. فراه بطبيعه الحال راه يعني اليوتيوب غادي يبغي يحمي الناس اللي كيشاركوا. ومشكل كيف ما قلت لكم نتاع هذه المره هو الاكسترابيت، هو اللي خلى الناس انه يخسروا الادسنس. لحقاش الاكسترابيت كيف ما كتعرفوا نتوما كتشاركوا واحد دقيقه في داك الفيديو، في داك التطبيق ولا جوج دقائق، وداك الفيديو كيدوز مباشره، وممكن داك الدقيقه راه كيكون فيها اشهار. فما يمكنش هما ملي كيطلع لهم في ستاتستيك اغلبيه ديال الناس كيدخلوا كيشوفوا الاشهار وكيخرجوا كيقولوا اه ما يمكنش حنا كنخسروا مع هذا الشخص ماشي كنربحوا معاه. الفيديوهات ديالو ما مطلوبينش، ما كيتشافوش كاملين. اليوتيوب راه الا ما كانش الفيديو ديالك كيتشاف كامل راه ما كيطلعوش للناس، وراه ما كي يعني وراه كيشكي. الا كانت كثير ممكن راه كاين غيدخل وغيخرج واحد جوج ثلاثه اربعه حتى 10 الناس، المهم حتى 100 الناس ما غيأثروش. ولكن باش تكون عندك النسبه نتاع المشاهدين اللي كيدخلوا ويشوفوا الاشهار ويخرجوا اكثر من الناس اللي كيتفرجوا لك في الفيديو، راه بطبيعه الحال غيسد لك الادسنس مع الاسف.
وكانت هذه هي الصدمه، وهذا هو الموضوع ديال الاسبوع ديال الناس اللي عندهم قنوات. شنو غادي نقول لكم؟ عوض على الله ان شاء الله. بداو ما تفشلوش. اذا كانت عندك هدف انك تكبر قناتك وانك تخدم على قناتك، فملي النصيحه اللي نقول لكم، ملي توصلوا للربح حبسوا اي حاجه كنتو كتخدموا بها وخدموا على المحتوى ديالك، وان شاء الله غادي يطلع. ان شاء الله باذن الله غتطلع. خاصك تصبر اليوتيوب، خاصك تصبر. ما لقيتيش الا خصوصا الناس اللي ما يلقاش ما عندهمش شي حد اللي يدعمهم، شي قناه كبيره اللي تبينهم للجمهور، راه صعيب صعيب صعيب، ولكن حتى حاجه ما صعيبه. بالصبر كلشي كيوصل ان شاء الله باذن الله. فهذا مكان. والناس حتى هما اللي كيخدموا بالفي بي ان، حبسوا الخدمه، حبسوا الخدمه بالفي بي ان. لحقاش جايه حمله، وعقلوا على هضرتي مزيان، جايه حمله باللي غيحبسوا حتى الناس ديال الفي بي ان، فما نبغيوش يوقع وتكرر نفس المشكل. فانا جيت هضرت بحرقه الصراحه على الناس اللي حيت بقاو فيا بزاف 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 باش تخدم وتوصل لقناتك وتحقق الشروط. عطيتي ليك 4000 ساعه، راه ما يمكنش، راه الحمار، راه كتقول ما عمريش مع 4000 ساعه، راه العذاب. انت يلاه بعدي كيفاش غدير تجمع 4000 ساعه في عام؟ راه شي حاجه صعيبه صعيبه والله الا صعيبه. فملي تجمع ديك 4000 ساعه وداك 1000 ابوني وتحقق الشروط فخدم، الله يرضي عليكم والله يعطيكم ما تمنيتو، والله يسهل على الجميع يا ربي. خدموا بطريقه اللي شرعيه وخدموا بامان باش ما تبقاوش ديما خايفين. المهم غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى نكون خفيفه على قلبكم، كنتمنى نكون فدتكم، وسمحوا لي الا طولت عليكم، غير بغيت باش نوصل لكم او نتقاسم معكم داكشي اللي انا عارفه. المهم باي باي عليكم، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وكنبغيكم بزاف. ما تنساوش اللايك والسبسكرايب كيف العاده، وتفعيل كاملين الجرس وداكشي، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله.